الاجتماعيه من خلال تجويد التقنيات واستهداف البرامج الاجتماعيه وطالبين عدد من البرامج الاخرى انتم تعرفون ديال الاستهداف الاستهداف من خلال انشاء السجل الاجتماعي الموحد والرقم الاجتماعي واللي غادي يكون عنده واحد التاثير ايضا في الاستهداف كما قلت مرارا اكتشفنا من خلال الاحصائيات ان برنامج المساعده الطبيه الرامد الموجه للفقراء وذوي الهشاشه 11% يستخدمون 11% من المستفيدين ليسوا من المستحقين فعلا الاخطاء تقع لكن لا عندنا السجل الاجتماعي الموحد غادي نقللوا هذه الاخطاء في الاستهداف الى اقصى حد ممكن. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.